السلام عليكم، معكم طه فارماسي بوسينا. الفيديو اللي وعدتكم به هو هذا، اون غوميد خطيره للناس اللي كيعانيو من الم الصدر، اللي كيعانيو من الزكام، هاد الاوقات اللي كيعاني بزاف من الشقيقه، حريق الراس من القدام، كيعطي صداع الراس للور، كيجي ديك بحال اللي كنقولوا واحد الحريق بحال الشحطات كيتعطاو في ما بين الكتاف، يعني بحال شكل زكام، ولكن هو كيكون حريق اللي ما تقدروش تحملوه. سيلان الانف، ومي كيكون سيلان الانف كيكون الانسان مي كيستنشق الهواء كيبدا يحر يضرو نيفو، يعني وكيطلع له الحريق حتى للجبهه ديالو. هاد الالام كلها ان شاء الله غادي نلقاو ليها حل مع هاد لاغوميد اللي غادي ديروها ان شاء الله، وتردوا عليا الخبر لان دائما التعاليق ديالكم كتهمني. اذا نمشيو لاغوميد، نبداو بصله حمراء، غادي نشدها غادي نقطعها نحطوها في الميكسور وغادي نضربوها مع الماء، كنزيدو عليها العبار اللي درنا ديال السنيده. صافي، عندها مثلا مرض السكر ندير العسل الحر، لان هاد الطريقه ديال السنيده مع البصل هي السيرو اللي كتشري من الفرماسيان، هذا السيرو اللي كتشري. يلا، من بعد ما كنضرب داك الماء مع البصله، وشوفوا تبعوا معايا بالتدقيق لان هذا سيرو، غادي نشدو غادي نصفيه في هاد الصفايه بشويه بشويه مع معلقه بحال هكا، ومبدا كنصفيه خرج غير داك الماء. الله يرضي عليكم، تبعوا الطريقه صحيحه، لان هاد السيرو هذا راه قلت لكم غادي يحيد لكم المشكل ديال الزكام، التهابات، الالام، الم الصدر، الم الراس، الم الحلق، الميكروبات، طارد الفيروسات. خطير هذا السيرو، هذا خطير خطير خطير. اذا غنديروا هكذا، الناس اللي عندهم انتما كما كتشوفوا كنصفيوه مزيان بهذه الطريقه هذه، ما خصنيش يخرج ليا داك يزق ليا داك التخت، لان بزاف الناس يبغيو يخدموا بطريقه تقليديه بحال هكا. اذا هذا السيرو هذا بالصحه والراحه ليكم، انا غادي نقول بسم الله. يا ربي شافينا يا ربي وعافينا، كنتمنى ان شاء الله نكون فدتكم شي دعيوه بغيتها من عندكم من عند والديكم. يلا الى اللقاء، كنت معكم بارا فارماسي بوتين.